ويتواصل هذا النبض الصباحي ولا بالتأكيد بالتأكيد يتواصل نبضنا الصباحي، والصحة هي عماد لاستمرار حياتنا جميعا. منظمة شباب النجدة أقامت أو حتقيم إن شاء الله احتفالا باليوم العالمي للاحتفال بالسكري. خلونا نتابع التقرير ده، من ثم نعود مرة أخرى نفصل من خلال الحوار. تابعنا من خلال هذا التقرير احتفاء منظمة شباب النجدة باليوم العالمي للسكر اللي يوافق 14 نوفمبر من كل عام. وسعداء أن ينضم إلينا الأمين الثقافي لشباب النجدة نادر عبد الرحمن. أهلا بك وسعيدين بك في صباح الشروق. أهلا بكم كلكم عمر، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الشروق برنامج صباح الشروق. شكرا لكم. أهلا وسهلا. أهلا. طيب منظمة شباب النجدة معروفة لدى كل السادة المشاهدين، لكن احتفال من كل عام باليوم العالمي للسكر هو محور الارتكاز الرئيس، عايزين نركز عليه أكثر. يعني على مدى سنوات أنتوا بتقيموا ورش ومبادرات، عايزين نشوف نتكلم عن التوقيت ده بالذات. أنتوا حتقدموا شنو من خلال شباب النجدة؟ شباب النجدة يمكن عندنا مشاريع كثير على مدار السنة. اليوم العالمي للسكري واحد من المشاريع الكبيرة اللي بتقدمها منظمة شباب النجدة. يوم 14 نوفمبر دي السنة السادسة على التوالي نحن نشتغل المشروع ده، عشان كده ما بنسميه مبادرة، بنقول عليه مشروع. يمكن قدرنا نحقق نجاحات وكل سنة بنحب انه نطور في الحاجة ده أكثر وأكثر. يوم 14 نوفمبر اليوم اللي اخترعوا فيه الأنسولين، كل العالم بيحتفل باليوم السكري. شباب النجدة برضه فكرت انها تحتفل باليوم السكري، لكن بطريقتها هي بعمل الخير اللي بيشبه الشعب السوداني. اليوم فيه فعاليات كثيرة بتخلل اليوم عدد كبير من البرامج، بتقسم نصين، جزء علاجي، جزء العلاجي بيكون عبارة عن عيادات زايدة معامل مشاركة معانا كثير، بتقدم فحوصات للمريض اللي بيجي، عدد 14 نوع من الفحص المختلفة، زايدة الصيدلية المجانية اللي بتقدم له علاج بتاع شهر شهرين من الأنسولين أو من المكملات الغذائية ومن غيره. بالنسبة للجزء العلاجي. أما بالجزء للبرامج بتكون عدد كبير من البرامج التثقيفية التوعوية من محاضرات من دكاترة مختصين في المجال ده بيقدموا الحاجة دي، زايدة المعارض اللي هي يمكن متقسمة على حسب الشركات، والمعرض بتاع شباب النجدة اللي بيقدم حاجة كبيرة. يعني حابين نرفع نسبة الثقافة بين مريض السكري عند الشعب السوداني. الشعب السوداني بطبعه بكابر على المرض، ومريض السكري يعني مرض السكري هو زي ما هو مرض صديق هو مرض عدو. ممكن إذا ما عندك الثقافة بتاعته تضر، يمكن الزول يكون 20 سنة عايش مع المرض لكن الثقافة اللي بيقدر يتعامل بها مع المرض ما عنده. من هنا في جانب كبير جدا مركزين عليه، وانتم من خلال التوعيه بالسكر وانه كيف نبقى له اصحاب، ابرز المشاركين وابرز الشراكات من خلال هذا الاحتفال. من هنا بقدم تحيه لكل الشركات، بالذات للقسم بتاع المسؤوليه المجتمعيه اللي بيشاركنا في كل مشاريعنا. اليوم العالمي للسكري مشاركين معنا شركه السوداني، من هنا بقدم لهم التحيه، وشركه ارطلالاب المعمل بتاع ارطلالاب والشهباء، والسودان للعيون برضو عندها معمل بتاع كشفي بتاع نظر، وبرضو الشركه بتاعت أواب الأمنية برضو مشاركة معنا. يعني مجموعة كبيرة، تحية من هنا للشعب السوداني اللي هو الداعم الأساسي بتاعنا من خلال شركة الأصيل الشعب الأصيل بيقدم لنا التبرعات والمساهمات من خلال شوارعنا، هو الداعم الأول والأخير بالنسبة لنا. طيب عايزين نشوف الشراكات على صعيد يعني الأطباء، التثقيفيين، الأخصائيين التغذية برضو عندهم ارتباط وثيق جدا بمرض السكري والأطباء بتاعنا السكري، هل وفرتوا المناخ ده من أجل الكشف والتثقيف في مبادرتكم أو مشروعكم زي ما سميته أنت؟ أيوه، المشروع بيتقسم لعدد كبير، في جزء
جزء برا من الكوادر الطبيه بتعمل فحوصات للمرضى، فحوصات اوليه، زايد الطبيب الاخصائي، زايد الطبيب العمومي، زايد طبيب باطني بيكون موجود في العيادات داخل، غير المعامل الموجوده اللي هي بتكشف. اما بالنسبه للجانب الثقافي فدكاتره اخصائيين هم اللي حيكونوا مشرفين اليوم، غير الكبار المسؤوليات المسؤولين حيكونوا موجودين في اليوم برضو، بقدم لهم التحيه وبقدم دعوه من هنا لاسره البرنامج وللاعلاميين ليكم شخصيا ان تكونوا حضور في اليوم ده ان شاء الله. اكيد طبعا، ويمكن اليوم مقسم جاهز، يمكن السنه السادسه احنا يعني يمكن بنحب نتطور دائما اكثر واكثر في البرنامج ده. وهذا سؤالي الجاي، 5 سنوات مضت، ده الاحتفال السادس في السنه السادسه، وما بقى احتفال بل بقى مشروع للديمومه هذا الاحتفال، شنو بيميز احتفال السنه دي عن اللي سبقه؟ زي ما في مميزات كان في تحديات بالنسبه للفتره الاخيره دي، يمكن المشروع السي يعني زيد نسبه حوجات الناس زادت على عدد المرضى او الشريحه اللي احنا مستهدفه اللي بتجينا اكبر واكبر، رغم الضائقه الاقتصاديه اللي في البلد الحاصله، لكن احنا السنه دي معارضنا اكثر تميزنا، حتى شكل الفحوصات، شكل الكميه بتاعت الدواء اللي حتتقدم للناس في تفاصيل الارتفاع اسعاره تحديدا. صح، يمكن الدواء بقى صعب، حتى توافر الدواء يعني في كميات ما بنقدر نلقى، حتى لو يوجد المادة ما بيجد الدواء. يعني هي كان عملية صعبة، لكن نحن الحمد لله قدرنا أنجزنا وجبنا كمية أكبر من كمية السنة، متوقعين السنة دي عدد كبير. السنة الفاتت كان عدد 1500 مريض، السنة دي متوقعين عدد 2000 مريض إن شاء الله. نحن من خلال مساحة الغنى بقدم دعوة ل يمكن كل الفئات، لو في زول في نطاق اسرته، نطاق عمله، نطاق حيك بيعاني من مرض السكري محتاج غوت بتاع شهر شهرين، يمكن اداله على الخير كفاعله يوري الزول انه يتلقى العلاج يكون في ميزان حسناته وفي ميزان حسناته. طيب إن شاء الله. انا عشان اصلكم واصلكم كيف، هل الاحتفال بهذا المشروع الكبير هو في مكان مخصص ولا بينتشر في مناطق مختلفه؟ في الحديقه الدوليه غرب مدينه الطفل، الحديقه الدوليه امام مدينه الطفل شارع افريقيا الرئيسي، حيكون الاحتفال قائم هناك. يمكن في جهات مختصه، كل الحياه حتكون المعامل كان الشركات كان كل شيء هو في مكان واحد عشان الناس كلها تقدر تصل وتجي. الاحتفال بيبدا الساعه 5 بالنسبه للمتطوعين، الساعه 5 صباحا، اما بالنسبه للضيوف الساعه 8 حتى الساعه 5 عصرا حيكون موجودين، مترحب بكل الناس اللي حجينا في اليوم ذاك ان شاء الله. رساله سريعه واخيره، وصل اقدم دعوه اول حاجه لكل الشباب الحاب انه يشارك في مساحات العمل الطبي، انه شباب النجده مفتوح له كل مساحات العمل الطبي، احنا لازم نشتغل عشان نرفع بلدنا لقدام، حنبنيه بالحاجه دي ان شاء الله. الحاجه الاخيره بقدم دعوه لكل الناس اللي شاركنا في اليوم ذاك من ضيوف من اعلاميين من غيره، في احتفال اخير نهايه اليوم، احتفال جميل جدا، جزء من الاعلاميين والفنانين المجتمع حيشاركونا في اليوم ده، شرفونا يوم 14 نوفمبر الحديقه الدوليه غرب مدينه الطفل باذن الله. كتر خيرك نادر عبد الرحمن الامين الثقافي لمنظمه شباب النيدا، احنا مقدرين جدا على كل الاضاءات اللي قدمتها وان شاء الله نلتقيك في ارتقاء اكبر، كتر خيرك ان شاء الله. شكرا لك. شكرا جزيلا. نتواصل معكم مشاهدينا الاعزاء عبر صباح الشروق، تكاملت الان الساعه الاولى ام الثانيه بعد الفاصل.